نقدنصهم باسكو تيب 2 تشوف السكري مريض السكري هو مكلاسي في حاله خطيره ما انت يعني تقدر تفطر بحس ما شت التحاليل تاعك اللي عطيتهم لي دركا ولي زاناليز تاعك تقدر تصوم ولكن بشرط تبع وتقيس تقيس ثلاث مرات حتى اربع مرات في النهار كاش حاجه بروبليم هذاك لازم توقف الصيام تاعك. هي جمله من الالتزامات ينصح بها الاطباء المصابين بداء السكري عند قدوم شهر رمضان إذ يتوجه المرضى نحو الطبيب ليقرر جواز صيامهم من عدمه. أنا نتبع لسويبي تاع ميدسان ولا قال لي ما تصومش والآخر تاعك طالع باسكو أنا جو برون لي ريسك سما نتفر فيا الميدسان يعطيني دي كونسيل وما نطبقهمش نتفر فيا هذه هي سي سا. واليوم واش قال لك الطبيب؟ توصون شاف لو بيلون وقال لي على كل حال رمضان ولا كنت يعني مليح وما أطرش عليك رمضان صوم المصابون بالنوع الأول أو الثاني من السكري كلاهما معرضان لمضاعفات خطيرة خلال شهر رمضان عند عدم احترام تغذية سليمة الأمر الذي يفرض استشارة الطبيب. عدنا شهرين وإحنا نتبعوا ليزاناليز تاعو نعطيو له شروط لازم نقولوا له السكر التراكمي تاعك ما يفوش 7% ولازم السكر تاعك ما يطلعش فوق 2 غرامات اذا طلع فوق 2 غرامات ونص حتى 3 غرام ممنوع الصوم نزيروه شويه ونبقى ونتبعوه الايام الاولى تاع رمضان تاع شهر رمضان اذا كان الايام الاولى كان بيان ايكيليبري ما هبطلوش السكر بزاف ما طلعلوش السكر بزاف هنا نقولوا له تقدر تصوم وتبقى المتابعه الى اخر يوم. احترام قرار الطبيب المرجعي واتباع نظام غذائي صحي من الإفطار إلى السحور هو ما يجب على المريض اتباعه لتفادي أي مضاعفات صحية.